سليمان داود بصيص ابن 94 سنة، وانت سجلت قصيدة للأم بمناسبة عيد الأم، إذا ممكن تقرأ لنا يا. نعم تفضل. قصيدة الأم. أنا اللي جاي احكي اسمعوني، وشو ما حكيت بالله يفهموني. أنا اللي جاي احكي الحقيقة بأن الأم أغلى من عيوني. الأم عصفور غنى في الصحاري، الأم بلبل على غصن الزتوني، الأم روح المحبة والعدالة، الأم حب الدواء تزيل السخوني. الأم أمي وأمك يا أخونا، مين بينكر الأم الحنوني؟ على عتبات أمي إن مرقتوا، خذوني بس لو مرة خذوني، دقيقة وبعدها ابكوا علي، وتحت دعشات أمي اقبروني. أنت أول أسير درزي كنت في ألمانيا؟ نعم، مع اللي كانوا معي من بيت جن ومن هناك ومن هناك. أوكي. محمد الحلبي بتعرفه؟ كنت أنا وياه سوا، كانوا 4-5 من بيت جن. هناك خطر على بالك شعر، بيت شعر؟ صباح يوم العيد، صباح يوم العيد خطر على، مش خطر على بالي، قمت صبح من النوم كان صباح يوم العيد، وقفت على باب السر وقلت هاي القصيدة. شو قصيدة؟ القصيدة بتقول: صباح الخير يا عيد الضحية، جاي وجاي ببشارة هنية، إن شاء الله جاي تتخلي سبيلي وعني تحطم قيود البلية. يا عيد الخير يا عيد المبارك، يساقيني المسرة من جرارك، بقلبي دوم عب يلمح منارك بلمحات الفرح والإريحية. يا عيد الخير زاد اليوم همي، ظناني وما ترك في القلب همي، كفى يا عيد تزرع مآسي بقلب أمي وتحرم من حنين الشوق بي.